شفت سيدات كيطلبوني على الحرشه كيبغيو يحطوها في الكوتي، وحرشه اللي تكون رطيبه وتكون زوينه وسورتو تكون مالحه، يعني ماشي ديك الحرشه اللي كنعرفوا فيها السكر بزاف. واخا وهاد الحرشه غادي نحاولوا نديروها فخسي من الداخل، معمره من الداخل. الوغ بالنسبه للحرشه المالحه غنحتاجوا الكيلو ديال السميده رقيقه من النوع الممتاز، 20 غرام ديال الملح، ثلاثه الخمارات، نص كاس ديال الزيت، 150 غرام ديال الزبده دايبه، نص سيترو الحليب، ومعلقه ديال السنيده كبيره. ملعقه ديال السنيده انا غنعاود المقادير باش واخ باش الناس يتمكنوا يقيدوا معايا. الا لاحظتوا راه ما فيهاش سنيده بزاف، فيها الملح اكثر من السنيده. اكثر من السنيده قلتي لي باش تجي مالحه، ماشي مالحه، ما تجيش حلوه، كتجي فيها شويه غير هذيك السنيده غير باش تحمرها. واخا غنحتاجوا الكيلو ديال السميده رقيقه، كيلو ديال السميده رقيقه، 20 غرام ديال الملح، 20 غرام ديال الملح، ثلاثه ديال الخمارات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، 150 غرام ديال الزبده دايبه، 150 غرام ديال الزبده مذوبه، نص سيترو ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال السنيده، هادو هما المقادير. الوغ اول حاجه غنبداو بها هي غنبسو السميده ديالنا بالزيت والزبده، نحاولوا نبسوها بين ايدينا بجوج، نبقاو نبسو فيها حتى تشرب مزيان هذيك الزيت والزبده، غنزيدو عليها مليحه بيان سور. من بعد ملي كتبسس هاد السميده ديالنا كنزيدو فيها الحليب بشويه بشويه، معلقه السنيده راه في الاول كتكون مع السميده، كنبقاو نزيدوا الحليب بشويه بشويه. غنعطي واحد الاضافه بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو الحرشه تجيهم شويه غليظه ورطبه بزاف، يقدروا يزيدوا فيها بيضه. نزيدوا فيها بيضه كتجي مخفه وكتجي غليظه شويه، كتجي زوينه، ما هي كتجي بحال الحرشه ديال الفران، ولكن هي حرشه كطيب في المقله. الوغ كنخلطوا هاد المقادير باش تنجح لنا الحرشه ديالنا، ما كنحاولوا نديروا بشويه بشويه نخلطوا، الا كنا غنديروا حريشات صغار ما كنخلطوش الخليط كله في دقه. الوغ كنحاولوا ناخذوا كميه قليله ديال هذاك الخليط اللي خلطنا اللي بسسنا، وكنزيدوا عليه وحنا كنزيدوا الحليب حتى كنحصلوا على عجين ديال الحرشه تكون ما ثقيله ما خفيفه، حيت الا مشينا كانت عندنا كميه كثيره، وبحال دابا كيلو راه تبارك الله كميه كثيره غتغلبنا، كيعطي بزاف. اللي ما عندوش العاده زعما يصاوب بزاف هذا الشيء، نقسموها ونديروا نص بنص، يعني نخلطوا الحليب بشويه بشويه وما نخدموهاش بزاف، حيت الا خدمناها غتولي لنا عجينه ما غتبقاش فيها الحرشه، غتولي بحال العجينه وما غتجيش زوينه مبسه. الوغ كنخلطوا هذيك السميده ديالنا والمقادير مع الحليب، كناخذوا ديمول راه كاينين بحال كي كنصوبوا فيهم، كاينين ديمول خاصين بالحرشه دابا موجود كيتباعوا في الاسواق. الوغ كناخذوا شويه ديال هادو كيعاونونا باش كتجي دائريه ومطوله، باش كتجي دائريه وزوينه والحجم اللي بغيتي، وفي نفس القياس ملي كتحطيهم كتحطي شي حاجه اللي متوله كيجي مطول. كناخذوا شويه ديال الحرشه ديالنا كنبسطوها في هذاك المول في فوق مقله، من بعد ما كنكونوا رشينا شويه ديال السميده الرقيقه في المقله، وكناخذوا الفروماج اللي هو معطر او منسم كيكون بالاعشاب المناسبه راه موجود، كناخذوا واحد المعلقه كنحطوها الوسط، وكنعاودوا نحطوا فوق منه العجين ديال الحرشه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا الفروماج يقدوا يديروا زيتون مقطع، يقدوا اي حاجه طيح لك في بالك تقدي تزيدها مع الحرشه. الناس اللي ما بغاوش هذه فكرة جديدة، هذه صراحة عجبتني الطريقة. زيتون مقطع، أي حاجة أو تنوعي، شكون عندها أشكال ولا تنوعي. وبالنسبة للسيدات اللي باغيين يديروا عاوتاني تكون عمارة حلوة، غنكثر عليك شوية سمية. لا أنا نتبع معاك ما تخافيش. دوينا على العمارة المالحة ديال الجوب اللي قلنا منسم. الجوب منسم كتكون وسط. طريفات ديال الزيتون ممكن مقطع حتى هو. طريفات زيتون مقطع أو أي حاجة مالحة تطيح لنا في البال نقدروا نديروها فيها. بالنسبة للسيدات اللي كيبغيوها حلوة يقدروا يعمروها بعجين ديال التمر اللي هو كاين دابا في الاسواق، كنزيدوا عليه شويه ديال الزبده بحال دابا درنا رابعه ديال عجين التمر، نزيدوا عليه واحد معلقه ديال الزبده، بكيته ديال الزهر راه كتباع حتى هي موجوده في الاسواق، ونديروا عليه شويه القرفه، وكناخذوا حتى هو من هذاك العجين معلقه وكنديروها وسط الحرشه ديالنا، ونعاودوا نحطوا فوق منها عجينه الحرشه نبسطوا مزيان ونخليوها تحمر ونقلبوها على الوجه الاخر، ديما نرشوا شويه ديال السميده باش ما كتحرقش لنا، وكتجي زوينه وهشيشه وغزاله، وحتى هي كنقدوا نخليوها في الكونجيلاتور ما كيوقع لها حتى حاجه، غير يجي شي حد كتجبديها وتسخنيها. تبارك الله عليك، هذه فعلا فكره ممتازه.